زمان كتير حابة أعبر لكل الناس اللي عم يدعمونا عن إحساسي فيهم. هلأ إجت فرصة كتير حابة أحكي فيها. يمكن الناس كتير شايفين إنه وضع باسل حساس وإنه قصتنا كتير قصة حزينة وإنه نحن قوايا إنه عم نخوض هاي التجربة بهاي الطريقة، بس أنا بدي أقول إنه هدول الناس اللي كانوا واقفين معنا اللي هن عرب وأجانب ومن كل العالم هن اللي كانوا سبب بقوتي أنا شخصيا لأني وقف مع باسل. كل الشغلات الحلوة اللي عم تنعمل البسيطة كتير والكبيرة كتير هي كل يوم عم بتسبب لي سعادة وأنا عم بنقل هاي السعادة لباسل. هذا الدعم كتير كتير له قيمة، قيمة ما فيني أعبر فيها بالكلام. ما بعرف كيف بدي أقدر أعبر عن امتناني، ما بعرف شو الظرف اللي لازم رد هذا المعروف لهدول الناس، بس هاي التفاصيل كتير بتعني لي. كل يوم الصبح بفتح الفيسبوك وبفتح التويتر لشوف شو في حدا عم يحكي عن باسل، شو في حدا عم يحس بباسل. بس أنا كسبت ناس كتير من كل العالم بجوز ما بعرفهم شخصياً، بس أنا كسبتهم بهاي التجربة. هاي أحد ميزات المأساة اللي أنا عم عيشها، أني كسبت علاقات بكل العالم وأنا كتير بعتز بهاي العلاقات من قلبي، باسمي وباسم باسل باسم عيلة باسل وعيلتي. كتير شكراً.